ابراهيم سعيد، يا سلام يا ابراهيم. مساء الخير، وبتشرف دايما بمتابعتكم. في جدل كتير جدا في الفترة الأخيرة، خصوصا مع جمهور نادي الزمالك، تقديره والاحترام للجميع، وهجوم عليا. خلاص اعتقد ان كل دلوقتي الامور بقت واضحة، وحابب ان انا اوضحها بشكل افضل. وناس كتيرة جدا بتسألني، حتى اهلوية، يعني ايه اللي غير ابراهيم سعيد كده؟ هقول لكم انا اللي ابراهيم سعيد اتغير كده. اولا النادي الاهلي هيفضل على مدار حياتي كلها هو صاحب الفضل على ابراهيم سعيد، وعمري ما كرهت النادي الاهلي، لان انا اتربيت جوه المكان ده، وهو اللي خلى ابراهيم سعيد لحد دلوقتي موجود. فما ينفعش ان في اللحظه اللي الكل بيهد في النادي ده ابقى بعيد. ليه بقى؟ لان انا اهلاوي، والله اهلاوي، والله العظيم طول عمري اهلاوي، عمري ما كرهت الاهلي. وناس كتيرة جدا هتقولك ان انت طلعت في قنوات كتيرة جدا وقلت ان انا زملكاوي. زعل حقيقي، زعلت، لان انا تربيت في المكان ده وانا عندي 8 سنين، وعشت فيه اوقات اكتر ما كنت بعيش مع والدي الله يرحمه ووالدتي، لان كنت ساعتها على قد حالي، وكنت بتمنى ان ربنا يوفقني ويكتب لي الخير عشان ابقى اعوضهم بالخير. فصاحب الفضل واللي خلى ابراهيم سعيد لحد دلوقتي بيتكلم هو كان النادي الاهلي. مهما كان الخلاف، كان خلاف دايما ما بيني وما بين النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا، ودي ما انكرهاش وعمري ما نكرتها. بس ما ينفعش ما ينفعش حد يقرب للنادي الاهلي اللي عمل ابراهيم سعيد وصنع اسم ابراهيم سعيد والكيان والمنظومه الكبيره دي، اللي كنت في يوم من الايام ابنهم الصغير من بداية وانا عندي 8 سنين، وكنت بعيش جوه النادي الاهلي اكتر ما بعيش في بيتي. فما ينفعش في لحظة ابقى انكر الخير ده اللي انا وصلت له بسبب النادي الاهلي عشان خاطر تصفية حسابات. الحمد لله اللي يعرف شخصية ابراهيم، والله العظيم عمري ما كان ليا في تصفية الحسابات. ورغم ان الفترة دي لو كنت ضد النادي الاهلي تقريبا اعتقد ان كانش هيبقى عليا الهجوم بالشكل ده، لان انا ما بتوجهش وما بيتقليش اعمل ايه واقول ايه. انا بتعامل بالاصول، والاصول اللي انا اتربيت عليها جوه النادي الاهلي اللي عملت لي الشخصيه دي، اللي خلتني ما بكره الهزيمه، والتعادل بالنسبه لي خساره. انا اتعلمت كل ده في النادي الاهلي من وانا صغير. كان كابتن سيد عبد الحفيظ، عشان الناس بتسال ليه الموقف مع سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ساعتها كنت انا عايش انا وهو وكابتن احمد بلال وكابتن امير عبد الحميد، كنا عايشين في بيت واحد وكانوا بيستضيفوني. كنت ساعتها لسه غلبان على قد حالي، كنت لسه عايش في اوضه وصاله. كابتن سيد عبد الحفيظ كان بينزل يجيب اللقمه او الاكل او الوجبه، والله العظيم كان من نفسه كده بيجيب لي معاه كاخ وكصديق. في الوقت اللي كنت لسه ببدا، لسه يعني بحاول اجيب على قد ما اقدر الفلوس عشان اخد اتوبيس او اخد ميكروباص عشان خاطر ان انا اوصل للنادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن امير عبد الحميد واحمد بلال كانوا فاتحين لي البيت بتاعهم، وكان ساعتها مغتربين. تمام؟ فانا بعرفكم الاصول اللي انا اتربيت عليها، ودي اللي اتربيت عليها جوه بيتي واسرتي وجوه النادي الاهلي. اللي عمري ما هنكر خير النادي الاهلي عليا، هو اللي خلاني انقل اهلي، خلاني انقل والدي الله يرحمه، خلاني انقل بيتي، وخلاني في الاسم اللي انا موجود فيه ده. فما ينفعش عشان حضرتك عايزني ابقى حبيبك وابقى جميل، مع احترامي ليك، تاخدني في سكه ان انا هد المكان ده. ما ينفعش ما ينفعش. مهما كان الخلاف ما بيني وبين النادي الاهلي، ومختلف مع اشخاص كتيره جدا، بس الناس دي في يوم من الايام كانت بتشيلني على دماغها، كانوا بيساعدوني، كانوا بيقفوا معايا. انا فاكر كان الله يرحمه عمه جمعه، والله العظيم رحمة الله عليه يا رب وربنا يرحمه ويغفر لي، كان بيطلع لي كوبون كده للمغتربين وجبات عشان اخدها واديها لأهلي واديها بيتي. لما كنت بقعد في الاستراحة بتاعت النادي الأهلي، رغم ان كان ممنوع على فكرة ان ده مغتربين، كانوا فاتحين لي الباب وفاتحين لي المكان، وكان الاكل بيجي لي لحد عندي، ده لوحدها والله العظيم. فعمري ما هنكر الخير ده عشان خاطر ان انا ابقى ضد النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي كان فيه خلافات كتيره جدا، وخلافات الحمد لله، الحمد لله مهما حصل برضه هو اللي عمل ابراهيم سعيد.
فمش هينفع ان انا اضيع التاريخ اللي انا عملته ده عشان الناس، مجرد ان الناس هجمتني وناس غلطت فيا متعود، بس الكيان ده عمري ما هنسى فضله عليا. وناس كتيره جدا بتتكلم ان ابراهيم سعيد معرفش كابتن محمود الخطيب واستاذ ياسين منصور وبعض من مجلس الاداره او مهندس سعد القيعي كلموا ابراهيم سعيد وهم اللي بيوجهوني. انا عمري ما بتوجه، انا بتعامل بالاصول وبتعامل بالحب. فيا ريت كل اللي بيتكلم في النقطه دي يحط لسانه جوه بقه، لان شخصيه ابراهيم سعيد ما بتخافش، ما بتخافش. انا في اللحظه اللي كنت ممكن ابقى فيها بهد النادي الاهلي كنت عمرك ما هتتكلم كده. بس انا بيني وبين نفسي، ليه النادي الاهلي اذاني في ايه؟ ممكن مشاكل، بس اذاني في ايه؟ ما انا كنت فين وبقيت فين؟ لا، انا كنت فين وبقيت فين بسبب النادي الاهلي، بسبب شهرتي، بسبب بطولاتي. كانت الجمهور ده بيجي الاستاد بينادي على ابراهيم سعيد، كانوا بيستنوني عشان يسلموا عليا وعشان يشجعوني، فكل ده بلا مقابل. واللي انا بعمله ده اصول ما بيني وما بين النادي الاهلي بلا مقابل، بلا مقابل. وبحترم الجميع، الاساس بتاعي هو النادي الاهلي، الاساس بتاعي هو النادي الاهلي، القلب جوه النادي الاهلي، ودي بعلنها. هتقول لي اصل انت طلعت ببرامج مضغوط، زعلان، متضايق. اذا كان نفسهم الزملكاويه ما كانوش مقتنعين، انا نفسي ما كنتش مقتنع، بس الظروف معينه هي اللي حطتني في الحته دي ان انا اتكلم، وكنت بتكلم فيها مع احترامي النادي الزمالك وجمهوره، وكان في يوم من الايام بيشجعني. بس وانا كنت بقولها والله العظيم ثلاثه يعني بقعد كده مع نفسي، ايه اللي وصلني للحته دي؟ فعمري ما هاجي على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو بيتي، هو الاساس. زي ما جمهور الزمالك ليك حق ان انت تدافع عن نادي الزمالك، وانا ليا حق ان انا ادافع على الكيان بتاعي وعلى الاساس بتاعي وعلى القوه بتاعتي واللي عمل ابراهيم سعيد وصنع ابراهيم سعيد وخلى ابراهيم سعيد لحد دلوقتي هو اللي بيتكلم دلوقتي. انا طول عمري وانا في النادي الاهلي علموني الله رحمه الله عليه كابتن صالح سليم وكابتن ثابت البطل. ناس هتقول لك كان في خلاف، عادي، اخواتي الكبار ورموز هي اللي عملت ابراهيم سعيد. ولو كان حد كان بيضغط على ابراهيم سعيد او بيعاقب ابراهيم سعيد فدي محبه، وكنت عارف ان هي محبه، وكنت فعلا متاكد ان محبه. بس في الاول والاخر الواحد بيلف وبيرجع للاصل، وانا اصلي دايما بعشق الاهلي والله العظيم. في فرحه النادي الاهلي بفرح له، لان الاهلي لما بياخد بطوله، لما خد بطولتين افريقيا، ما هو ده بيرفع من اسم ابراهيم سعيد، فاكيد هفرح له، لان هو اللي عمل ابراهيم سعيد وكياني واسمي كله جوه المكان ده. فالحمد لله اني دايما بتعامل بالاصول اللي انا اتربيت عليها وعشت فيها، ان النادي ده هو اللي عمل ابراهيم سعيد. ناس مختلفه معايا، ممكن جمهور النادي الاهلي يختلف معايا، بس انا الحمد لله اتعلمت منكم الاصول، وتعلمت منكم القوه، وتعلمت منكم الاحترام مهما كان الخلاف. بنختلف كوره، واوقات كثيره جدا كان جمهور الاهلي عارف ان هو بيهاجمني، بس عارف ان محب، وواثق طول عمري ان جمهور الاهلي بيحبني زي ما وهم واثقين ان انا بحبهم، وواثقين ان انا اهلاوي. فمش هعمل زي الناس اللي بتخبط في الكيان، والناس اللعيبه مع احترامي ليهم، انا عارف هيقول لك انت ما انت عملت ومش عملت، بس افتكروا لحظه كده، لولا النادي الاهلي واسم النادي الاهلي انت كنت هتبقى ايه؟ انا دايما بعد افكر فيها والله العظيم، انا لو مش ما كنتش في يوم من الايام، الحمد لله طبعا كرم ربنا سبحانه وتعالى والموهبه اللي ربنا ادهاني، بس كانت ممكن الموهبه دي تبقى ما تظهرش. فظهرت فين؟ ظهرت في النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين. ما هقولها تاني، كنت بعيش جوه النادي الاهلي وببات جوه النادي الاهلي، وكنت بتمنى يا رب ان ربنا يوفقني عشان اعمل حاجه للكيان والاسم اللي عمله. والحمد لله مريت بظروف حلوه وظروف وحشه، وده شيء طبيعي. فعمري ما هكسر في النادي الاهلي. ورسالتي للعيبه القدامى، اوعى حد ينسى خير النادي الاهلي، لان لولا النادي الاهلي ما كنتش هتطلع في تلفزيون، ما كانش حد هيتصور معاك، ما كانش حد هيتكلم معاك. وحق جمهور نادي الزمالك ان هو يدافع عن النادي، وانا ليا حق ان انا ادافع على الكيان بتاعي اللي عمل ابراهيم سعيد. وانا بقولها، هفضل ساند وداعم للنادي الاهلي لاني اهلاوي. والدي الله يرحمه اهلاوي. عيلتي زملكاويه، بس انا اتربيت مع والدي الله يرحمه
على حب النادي الاهلي، وهفضل طول عمري النادي الاهلي هيفضل في القلب وعمره ما هيخرج عمرها مهما كان الخلاف، وهفضل داعم وكل التقدير والاحترام. وده كان ردي عشان نقفل السكة دي ونقفل القصة دي. هعيش اهلاوي وهموت اهلاوي، وكل الدعم للنادي الاهلي. وياريت كل الناس اللي بتخبط في النادي الاهلي يعرفوا ان خير النادي الاهلي ده عليكم كلكم وعليا انا شخصيا. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد هتشوط من هنا يا ابراهيم، والله حلو.